4626. انا 25 سنه عندي، طالب بجامعه بلفور بفرنسا، عندي الماجستير تاع الهندسه الكهربائيه. كنت ازني الحمد لله، يعني اسمحوا لنا هذه، يعني تقريبا هذو الشباب اللي كيسقسيو، انا ما كيسقسيوش حاجه، ولذلك المسائل هي هذه، الشباب تاعنا الاسئله تاعهم هي هذه. كنت ازني واشرب الخمر، وحينما سمعتك في شريط تذكر فيه أن الذي يسمع الآذان ولا يستجيب للآذان ترضخ رأسه الملائكة بحجارة، فكلما رضخت عادت كما كانت، بكيت بكاء شديدا وندمت وأقلعت عن الذنوب وتبت إلى الله، وأنا الآن أحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، فهل يغفر الله لي؟ طبعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الموضوع دائما نعيده لشبابنا، وأرجو إن شاء الله أن يكون بإذن الله تعالى عاما وشافيا وكافيا. شوف حبيبي، شوف، لنفرض أنك بقيت على الحالة ديالك، واسم هو الحل؟ واسم هو الحل؟ الحل واسم هو الحل؟ هو تولي ربي. أنت الآن وليت ربي وندمت وبكيت، واش ما بغيت؟ هذاك الشيء اللي بغى بك سيدي ربي، اللي بغى بك سيدي ربي راك درتو. الان ما عليك ان شاء الله الا ان تستمر على التوبه، ان تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، ان يكون لك رفقاء صالحين يعينونك على الطريق، زيد، ان تكون لك جلسات للذكر وللدعوه الى الله، أن تكون ممن يكثر قراءة القرآن وتعلم العلم الشرعي، أن تنخرط في سلك الدعوة إلى الله. هات ستيلا درتهم إن شاء الله تبارك وتعالى، سيبدل الله سيئاتك حسنات، وسيجعلك من الدعاة إلى الله، وسيجري على يديك الخير الكثير. وهل يريد الله إلا ذلك؟ هذا ما يريده الله، وتكون بإذن الله تبارك وتعالى من أرفع الناس درجة عند الله. وياك ما حسبك هادشي واعر، يسير على من يسره الله عليه. صدق النية ثم سر في الطريق ولا تستوحش، واصبر واستمر واصدق، وسترى من الله تعالى العون والثبات والكرم.